تعتبر كابتن كي تشوف انت المغرب وامكانيه انه المغرب ينجم يواجه تونس راه في الدوري القادم اذا تونس تترشح ثانيه والمغرب يترشح الاول نواجه المغرب تعتبر انه المغرب البارح فما برشا كلام تقال حول انه المغرب ممكن ما يلقاش نفس الظروف المغرب يفشل في بلوغ الدوري نصف النهائي منذ 2024 20 سنه ما وصلش للدوري نصف النهائي البارح المغرب ممكن وجه انذار شديد اللهجه الى كل المتابعين وكل المنافسين على كاس افريقيا اتش كيس واتشوانس اتش كيس واتش كيس امالكم خايفين يا صاحبي انا دزنا احنا التانيين غادي نواجهوا المغرب والاشكال بعدا تدوز بعدا عادوز بعدا ويكون خير تشي زيد وسمي سعيد بعدا تشي بعدا دزي بقى لك مالي وبقى لك جنوب افريقيا عايز قلوك هادو كولا وخسر الماتش الاول اكون مش اكد راه تشي خسر الماتش هاد بثلاث التشي الاول عض دمار الطياره هاد المره هاد فنسمعوا شنو قال الاعلام التونسي حول مباراه وفوز المنتخب الوطني المغربي امام تنزانيا وكيفاش كيتكلموا على انهم من المحتمل انهم يواجهوا المنتخب المغربي الى دازوهم الثانيين خليكم مع الفيديو كيف العاده ما تنساوش لايك خلينا الراي ديالكم والتعليقات الناس اللي مازال ما مشاركش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. اي رجل مقابله وناحي الحقيقه وناحي نتاع مارسي ماهوش وناحي نتاع المغرب لا علاقه. ما لا يندو في ثمانيه ملاعبيه في ان اسباس ريدوي افيك بالانتيريور معناها متعه متعه. كابتن المغرب يبدو من اللي لمسناه من اللي شفناه في مباراه تنزانيا مباراه افتتاحيه به سي افونتاج كبير انه المغرب لعب نهار 17 جانفي معناها المسابقه طلقت نهار 13 من نهار 13 هو يشوف المفاجات في كاس افريقيا الامم خذا حذره منتخب المغرب من كل كبيره وصغيره ومنتخب المغرب تحس فما تركيز كبير على المسابقه هذه بعد مونديال قطر والله فما تركيز عادي جدا تركيز معناها بعد بون باش نعاودوا احنا بعد الانجاز التاريخي واللي مستحيل باش واحد اخر يعاودوا الدومي فينال انت كي تشوف المغرب توا معناها الركراكي مرتاح عليه مرتاح اللي يدربوا في المنتخبات الكل هما عندهم مشكله الاوتوماتيزم هكا ولا مشكله كبيره كبيره ياسر ما حبوش يفهموها في تونس يخسر كي تحط ملاعبي هنا وهنا وهنا وليت ايه كابتن فما بون برشا امور اخرى ان شاء الله نعرفها بشويه بشويه الاوتوماتيزم نتاعو تخلق توا اللي هو على راس المنتخب وتخلق سيرتو وتولد في كاس العالم دونك من الناحيه ذي عنده بونوس الوكس بور لوي يكذب عليك بالنسبه للمنتخبات الاخرين حتى السنغال كيف نفس الشيء نحطه مع المغرب بور لوتوماتيزم به بعد تجي تقارن لا فالور تكنيك يا خويا معناها ما تفرقش بين كلكو معناها من بعض الاساسيين وال باش يقولوا والاحتياطيين ديجا الاسماء اللي دخلت في كي عندك لابروفوندور دي بون كي عندك لابروفوندور دي بون معناها ما تخافش كي تحب تمشي لبعيد شكون باش يعاونك والبنك نتاعك ولهذا السبب عيط سيرتو المزراوي اللي بليسي نو اش قال لك؟ قال لك اي بوفال تقصد انت كابتن خالد بوفال تبليسها في الدو بريمير ماتش وقعد مرتاح ما لعب حتى ماتش وعيط له قال لك انا في مخه انا ننوي باش نمشي بعيد دونك نعيط المزراوي بوفال مشي مش نلقاهم بعد مش نلقاهم مازال الطريق طويل ولكن مش نوصل مش نلقاهم باش يفيدوا المنتخب ان شاء الله يتعافاو خاطر بالوقت يتعافاو هذا هو معناها جروسو مودو ولكن معناها ما وقتاش ولا استعراض ولا عرض كروي وقت اللي ولا 10 الاخرين بالضبط هذاك هو نعطيه حق كل واحد فهمتي اكثر ولا اقل بون بور لو ماروك واحنا الناس الكل معناها متوقعين المستوى اللي باش يقوم به المغرب على مستوى المستوى الفني المستوى كذا يا خويا ملاعبيه ويعطيهم الصحه فهمتي ولا ستار قال هما توا هما السنغال كذب عليك وقت قلنا اول كلامنا سامحني قلنا دو مونديو دو موندياليست بليتو سامحوني اللي شاركوا في الكان خويا عطاو السنغال عطات وهذه عطات دو موندياليست اللي توا المستوى نتاعهم معناها باهي اللي يتفرش في المغرب مين وممكن مين عنده امكانيه انه يواجه المغرب في الدوري القادم يخاف انا ليه قبل ما نبدلوا الموضوع خاطر انا بيدي كنت نقول نفس الكلام تاع الكابتن فهمت فما انا انتيس يعطيك البروف معناها حكايه الاستقرار والثوابت في المنتخب المغربي التشكيله اللي لعبت البارح بارابور التشكيله اللي لعبت اول ماتش في الكوب دي مون كونتر كرواتيا زوز تغييرات كهو وزوز اضطراريه بوفالي قلنا كان بليسي دخل في بلاصته الزلزولي ومزراوي وعطيت الله لي دو زارير غوش مضروبين لعب الشيبي شيبي التسعه الاخرين هما بيدهم شيبي مثلا اللي هو ممكن هو في الليغاشي معناه يجي اي هو ريال دروا لعبوا ريال معناه بار اوبليغاسيون معناه فما زوز ما يلعبوش لي دو لاتيرو غوش معناه اللي هما مزراوي عطيت الله بليسي ما مشيت يدخل باش يرجعوا الزوز فهمت دونك البارح لا ايتي اوبليجي شكر برشا ريال دروا
ايه شكروا ياسر ايه هو بتبيعته جينيرو في الليفور يلعب في بيراميدس معناها مستوى باهي محترم مش خايب معناها الى في لافير البارح في الماتش وعبى بلاصتو. تعتبر كابتن كي تشوف انت المغرب وامكانيه انه المغرب ينجم يواجه تونس راهو في الدوري القادم اذا تونس تترشح ثانيه والمغرب يترشح الاول نواجه المغرب تعتبر انه المغرب البارح فما برشا كلام تقال حول انه المغرب ممكن ما يلقاش نفس الظروف المغرب يفشل في بلوغ الدور نصف النهائي منذ 2024 سنه ما وصلش للدور نصف النهائي البارح المغرب ممكن وجه انذار شديد اللهجه الى كل المتابعين وكل المنافسين على كاس افريقيا للامم وجه انذار من الديمي فينال تاع قطر وجه الديمي فينال ما عنده برشا فوالا ليكيب باتر تو يكذب عليك شو غاديك ليكيب باتر زوز هما السينيغال افضل زوز في رقريتهم قلت لك دو موندياليست فماش لاعب مستوى نتاعهم قعد استقرار لو انه زاد انا عجبتني مالي كابتن شو بون تو نتكلم على اللعب وعلى الواحد وعلى الدنيا كابتن مالي صحيح امين باهي لكن على الخمسين دقيقه الاولى بعد ضربه جزاء السيناريو كله تبدل صحيح وقتها كان في الخمسين دقيقه الاولى كان جو ايجال معناها ضربه منه وضربه منه صحيح لافريك دي سود خليني انا تبقى ايش قلت لي انت قلت لك وجه انذار وجه انذار وكان وكان انا ما نتكلمش على كان ساعه نكملوا مباراتنا مع المالي وبعد ربي يعمل شاركنا شاركنا يلا ان شاء الله ان شاء الله يخص المنتخب المغربي قبل والله جو بارتاج على تونس بصفه عامه جو بارتاج معناتها 100% معناتها فوزافي معناتها اناليز في مكانها المنتخب المغربي معناتها حافظ تقريبا على التشكيله الاساسيه نتاعه اللي يلعب بها لمده توا اكثر من سنتين اللاعبين اللي نجح بهم الركريكي في كاس العالم متواجدين حتى مثلا بوفال اللي هو قيمه اساسيه وقيمه ثابته لكن ماهوش حاضر كما يلزم زلزولي فرجت فيه هنا في نهائي كاس افريقيا تحت 23 سنه حقيقه معناتها لاعب اتو كبير حتى كان يكون بوفال ممكن في احسن حالاته اعتقد ان زلزولي في الكاس الافريقي هذه باش يكون هو المفاجاه نتاع الركريكي المثلث على الجهه اليمنى نتاع حكيمي اوناحي وزياش نقطه قوه معناتها شفنا حتى في الشوط الاول معناتها ولو كانت المنتخب التنزاني كان غالق الجهه اليسرى لكن بالفات بريبيتي الفات معناتها باش تمشي الاكونترا اجبروهم باش ياخذوا الورق الصفر وفي الاخر معناتها بالورقه حمراء سهلوا المسؤوليه على رواحهم منتخب محترم جدا اكيليبري على المستوى الدفاعي تقريبا بونو ما يمشي مباراة كاملة ستابيليتي ديفنسيف حاجة الوحيدة بتتر ريت هنا النجم نتكلم عليها بصفة يمكن سلبية هو نحب نشوف ثنائي الدفاع اللي متواجدين هما سايس وارجد بالساق اليسرى في مباراة يمكن أكثر تكتيكية ومنتخب يكون أصعب ممكن يقلقهم مع أنه ولو أنه معناتها أمرابط في تدرج بالكرة هو ياخذ الشيء اليمنى ويحاول يخرج معناتها الكرة على الجهة اليمنى لكن مباريات تكتيكية تبدأ في مستوى عالي خاصة المنتخب السنغالي أو المنتخبات اللي عندها لاعبين معناتها والمنتخب النيجيري بأوسيمان ممكن معناتها على مستوى البريسينغ يقلقهم أبار سا معناتها حقيقة منتخب معناتها محترم ويكيلبري برشا وامكانيه كبيره انه المنتخب الوطني التونسي ينجم يواجه المغرب كان تاهلنا في المرتبه الثانيه والمغرب يتاهل في المرتبه الاولى. العادل عمروش مدرب تنزانيا يمثل امام اللجنه التاديبيه للكاف اليوم على خلفيه تصريحاته بون قال انه المغرب قوي في اروقه الكاف والكواليس دونك يمثل امام لجنة تأديبية الكاف وتم تأمينه نوعا ما والله يستاهل مش مدخلك يا ولدي راني على روحك من الاتحاد التنزاني لكرة القدم وتصريح تسبب له في مشاكل كان ندور فيديو ديال اليوم خلوا لي الراي ديالكم تعليقات باش نخرج عليه بالراي ديالكم الناس مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا كيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب